احنا كنا نخدموا في ستاج تحسننا بزاف. ان شاء الله لعبنا مباراه كونتر بارادو، لعبنا مباراه جيده. ان شاء الله نقدموا المستوى المطلوب اللي عطانا ان شاء الله المدرب. كيفاش راكم تشوفوا التناسق بين انتم لاعبين جداد ولاعبين اللي جاوا جداد؟ بو تقريبا كاع اللاعبين جداد، يمت الولا ان شاء الله ما كناش ملاح، عاود تحسننا ان شاء الله نقدموا المستوى المطلوب اللي عطانا ان شاء الله. بون السلام عليكم. ما يخفاليش الظروف، رانا نخدموا في ظروف جيده. انا بريبارو هذا العام ان شاء الله مع ليكيب، بدات تلقى روحها تنسجم بلي ماتش بلي ماتش اميكو، راه تجي حبه حبه ان شاء الله. ورانا باش نوجدوا للشوبيون ان شاء الله. كيفاش راك تشوف لا كويزيون، التناسق بين اللاعبين اللي جاوا جداد؟ كيفاش؟ التناسق بين الانسجام تاع اللاعبين الجدد ولاعبين الانسجام كان كيما نقول لك اخوي، كان ساهل الاندماج ما بين اللعابه. كما يقول لك وفروا لنا كاع الامكانيات، الحمد لله يا ربي لقينا ولا فاميليا، دخلنا في الجروب اليز. رانا نطبقوا ان شاء الله لي كونسيت على لي مدربين باش نونطاموا الشامبيون ان شاء الله. الدائرات راها كما يقول لك راها تمر في ظروف جيده الحمد لله، وين رانا في التربص، التربص الثاني هذا لينا في العاصمه، وين درنا تربص اول في تيك جده ولعبنا مقابلتين. اليوم لعبنا المقابله الثانيه في هذا التربص الثاني مع فريق اتلتيك بارادو اللي كما شفتوهم حضر بصفه جيده وجرى عده مقابلات. حنا نظن باللي رانا نوعا ما متاخرين على فريق بارادو بالمقارنه مع فريق بارادو، لكن كما يقول لك على حساب المقابله تاع اليوم كاين تحسن في الفريق، وان شاء الله نزيدوا نداركوا النقائص. كاين نقائص، مازال كاين نقائص كبيره اللي شاركها ان شاء الله نداركوها في المباراه الوديه القادمه ان شاء الله. بالنسبه للتدعيمات شفنا لاعبين جدد، يعني كيفاش راهو الانسجام، خاصه انه لعده لاعبين جدد راهم دعموا التشكيله هذه، اضافه للاستقلال اللي حصلت على 17 لاعب موسم فارط، كيفاش غيكون الانسجام بين هاد اللاعبين؟ نظن هي كشوف التركيبه تاع هذا العام، نظن راها 50 50 50% تاع التعداد تاع العام الماضي و50% لاعبين جدد. ان شاء الله احنا رانا كما يقول لك بالعمل اللي نقوموا فيه والمقابلات الوديه اللي غالي ان شاء الله يجي بشويه بشويه ان شاء الله كما يقول لك يجي هذا الانسجام بين اللاعبين الجدد واللاعبين اللي كانوا الموسم الماضي، وهذا كما يقول لك عن طريق العمل، ما يجي غير بالعمل والمثابره في الميدان والعمل ان شاء الله. ان شاء الله ان شاء الله. انايا بعد قبل المقابله هذه تاع بارادو كان يتكلم معايا الاخوه المسؤولين على الفريق، اعطوني نظره انه اليوم السبت الاشغال راهي جاهزه الى 90%، باقي 10% اللي ان شاء الله اليومين القادمين والله تكون كامل واجده. نطمنوا الانصار باللي لا ان شاء الله ان شاء الله نطمنوا الانصار، وحنايا ثاني نطمنوا انفسنا باش نكونوا ان شاء الله في المقابله الاولى في ميداننا، نكونوا ان شاء الله على ميداننا.